عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما شفتوا معايا في الفيديو السابق درنا الفرشي ودرنا هاد او اس بي سميت هاد الخشب هذا، ما عرفتش كنشوف الفيديوهات الأجنبية كيسميوه الاو اس بي، كذا كتاب الفرنسية كيتسمى الاو اس بي، هذا بالنسبة للناس اللي سولوني على الاسم ديالو. ما عرفتش اش كيسميوه هنايا في المغرب، انا كنسميه الخشب مضغوط وصافي. وكنوري الصورة فاش كنت كنقلب عليه كنت كنوري الصورة ديالو هنايا كما كتشوفوا. جاني واحد جاتني واحد الفكره وقلت علاش لا نفكر ندير لوندوي فقط، غير كتجربه. ما صراحه ما عجبنيش، ما جانيش زوين، خصو بزاف ديال لوندوي باش يتفينا. من بعد قال لي السيد اللي يعني كيفهم في هادشي، قال لي خصك ديري واحد الطبقه ديال الكاوتشو، هي واحد الصباغه ما عرفتش انا هاد الكاوتشو المعنى ديالها، لان كنسمعها بزاف ولكن ما عرفتهاش. كما قلت لكم شي مرات كنبغي نجرب شي حاجه باش نشوف واش افيكاس ولا لا، لكن في الاخير قررنا أن نديروها بالخشب باش تجينا شي حاجة اللي هي زوينة ونقية وما نريسكيش بالمواد والخدمة وكل شيء. وفي الأخير ما هذا، خصوصا أنكم كما كتشوفوا جربت واحد الطريف ديال داك الموستيكير ما لقيتش هذاك ديك الشبكة اللي كيديروا خصيصا باش كيديروا فوق منها لوندوي في الحفاري، جربت شوية الموستيكير لكن داكشي ما عجبنيش. في الأخير قررنا أننا نغلفوها بالخشب. بالنسبة للفرشي رانا نسيت ما قلتكمش الثمن ديالو، هو كيدير هذيك الورقة فيها 50 سنتيم على مترو، فيها كتسوى 17 درهم وحنا يحسبها لنا 14 درهم، طبعا على حسب المدن. بن سليمان شويه غالي ربما تلقاوها اقل. كما كتشوفوا هنايا هنا كملنا هذاك الخشب الفوقاني، تعذبنا فيه بزاف بزاف لان خصني نهز انا ويا انا وراجلي، وطبعا تقطع لي اللحم في الظهر، ولكن معليش يعني فيكسينا هذاك الخشب كما قلت لكم في الحديد بدوك الفيسات ديال الحديد. كانت بقات لنا هذيك الجهه يعني داك الحائط اللي كتشوفوا تحت من السده وهذا، ولكن كملناهم من بعد يعني واخا ما كتشوفوهمش هنايا في التصوير فرحنا كملناهم. كما كتلاحظوا معايا هنا بالنسبه للسقف الحديد زدناه لانه وحلنا في السقف وحله كبيره، ما قديناش نديروا هذاك الخشب لان اصلا ما كاينش عندنا. وكما كتعرفوا دابا في هاد الظروف ديال الكونفينمون خصنا عاد نمشيو نشوفوا واش كاين واش واجد، وطبعا ما غاديش يخليونا نفوتوا المحمديه. هذاك الشيء علاش فكرت في الاخير درنا لجنا الحديد بهالطريقه هذه، ما كترناش الجعاب، درنا هذاك القطبان. المهم ليسونسييل هو انه يكون صحيح باش نلصقوا فيه القبص، لان السيد القباص اللي جا وشاف قال لنا خصكم ديروا كاروات صغار باش يديروا فيهم هما البلايك، تكون عندهم فيها 60 يمكن 60 مترو على 60 سنتيم على مترو. ولكن المهم في الاخير راحنا زدنا الحديد، وطبعا هاد البودره اللي زدتها كديال الحديد الفوق يعني هذيك الاش اللي كانت تحيد لي الحداد من جهه الشرجم وقفناها وكلينا بها السقف باش يبقى صحيح دائما. المهم في الاخير كما قلت لكم دابا تشوفوا ان شاء الله القبص اللي قررنا نديرو. صافي هذا هو اللي كاين، دابا غادي ندوزو ان شاء الله بحول الله نوريكم الخشب اللي غادي نديرو في الحيط، ونقول لكم الثمن ديالو كذلك، ونقول لكم كل شيء كيتعلق بهذاك الخشب. بالنسبة للخشب كما كتشوفوا خديناه ب7.5 دراهم للمتر، كل وحدة فيها 4 مترو يعني كل برة، وعطيناها للنجار باش يدير لنا هاد السكات بحال هكا يعني بهاد الفورمة هادي، باش كتجي وحدة فوق من وحدة. وكنخليو واحد الفجوة شوية فاش بدينا كنركبوه لأن عاجبني هذاك المنظر، ويمكن الخشب خصو باش يعني في الشتا كيتنفخ وفي الصيف كيتفش، فما بغيتش ندير ديلات وحدة حدة وحدة حدة وحدة ملاصقين، لأن من بعد كيفاش كيضيق وكيوسع وكتبقى واحد الفجوة. دابا أنا فكرت ندير بحال الشكل لأن هاد الشكل هذا الشوم كيديروه بزاف وعجبني أصلا، كيعطي واحد المنظر رائع في الغرفة. دابا غادي نبداو ان شاء الله نبداو نقطعوهم، طبعا لساهم بحال النجار لساهم لنا حتى من واحد الجهه. ودابا غادي نبداو ناخذوا القياسات، كما كتشوفوا عندنا هذاك الحائط مائل، لهذا راه كناخذ العبار ديال كل وحده بوحدها يعني ما كنديرش نفس العبار ما عدا الجهه الاخرى، فطبعا كيكون نفس القياس درناهم بحال بحال. هنايا كناخذ السنتيم وكنعبر من الفوق المترو ماشي السنتيم، لان غادي نعبر من الفوق حتى لتحت وكنبدا نقطعهم. المهم غادي نخليكم مع الفيديو مجرب لان بعض يعني المقاطع غادي نخليهم لكم تشوفوا هنا كنخدموا على طبيعتنا، وبعض المقاطع مزربين يعني باش ما نطولش عليكم بزاف، لان
كنخاف يجيكم الملل اللي كنهضر بزاف باش كنشرح، ولا درت الموسيقى عاوتاني كاين اللي ما كيبغيش الموسيقى، يعني بزاف ديال الحيره كتوقع لي في هذا المونتاج هذا، ما كنبغيش نبقى نهضر بزاف اصلا، وخصني نشرح لكم داكشي باش غادي نوع لكم في الفيديو باش ما تملوش. فاش نكونوا غير كنخدموا وكنخدموا على طبيعتنا غادي نخلي لكم بعض المقاطع، المقاطع اللي ممكن يتجربوا فانا غادي نجربهم، ويعني نتمنى انكم تستافدوا من الفيديوهات ديالي. وطبعا كما كنقول لكم دائما كنتمنىكم تبارطاجيو الفيديوهات باش تساعدوني ان شاء الله، ان شاء الله، لان كاين افكار جديده غادي يعجبوكم بحول الله. دابا حاليا رحنا كنا مشينا غاديين في الترقاع لان على قد الميزانيه، لكن ان شاء الله مستقبلا غادي نديروا شي افكار اللي هما رائعين، ولا فينيسيون هي كل شيء راكم عارفين. يلا نخليكم مع الفيديو ونتمنى انكم تستمتعوا. الحاجات اللي ممكن نشرحها فاكيد غادي نشرحها، واللي ما ماشي ضروري نشرحها فغادي نخليكم تفرجوا على راحتكم. هنايا كما كتشوفوا انا تكلفت بالقطيع ورجلي هو اللي غادي يلصقهم. ما تديوش عليا رانا عيانه الصراحه والله العظيم، الا يعني كاين تعب بزاف لان كنخدمو، كيخصني الصباح نجي ندير المونتاج، والمونتاج كياخذ لي واحد 3 سوايع كيضيعوا لي من النهار. داكشي علاش كنسمحكم الا كتلقاو الاخطاء بزاف في الهضره، لان صعيب باش نعاود الاوديو مرارا وتكرارا، فهادشي كياخذ لي الوقت، وطبعا كيدوز لي النهار في الخدمه والخدمه كنفشل. المهم اللي بغيت نقول لكم هنايا كما كتشوفوا كنقطعهم مائلين، وكنخلي واحد الفجوه بين وحده وحده تقريبا واحد نص سنتيم او لا ازيد شويه من السنتيم صافي، وكنبداو نلصقوهم. بالنسبه لهنا كنخدموا غير بمطرقه والمسامر، المسامر خدينا دوك اللي ما كيكونوش فيهم الراس اللي كيدخلوهم في الخشب، خدينا الطوال باش يشدو مزيان. كاينه واحد الاله هي اللي عندك الكلووز، ولكن كما قلت لكم صيفطت عليها البانغود وجات هذه الظروف هذه وما وصلتنيش. دابا ان شاء الله غادي نفكر انني ناخذها في شي موقع اما مغربي، يعني في المغرب يا اما جوميا يا اما شي موقع اخر. مع العلم ان جوميا خديت منها ديك الرابو، دابا تشوفوا في الفيديوهات المقبله ان شاء الله، والسي سيركولا حتى هي خديتها من جوميا. المهم كانت غادي توفر علينا واحد المجهود وواحد الوقت، ولكن معليش ماشي مشكل، حتى دابا تقريبا هادشي ركبناه في يومين، يعني سرعنا شويه لان السيد اللي غادي يركب القبص كان غادي يجي، وقلنا له عطينا غير واحد يومين نركبوا الخشب، والحمد لله راه كفانا الوقت وركبنا الخشب بالطريقه كما كتشوفوا. انا كما قلت لكم راه جربت شويه الفيديو باش ندوزو لمراحل اخرين. الجهات ديال النقاصه طبعا حتى هما خداو لنا وقت بزاف باش كناخذوا العبار في الخشبه وكنقطعوها باش يعني باش نجيبوا داكشي في العبار ويجي داكشي مزيان، فخدنا شويه الوقت، ولكن الحمد لله داكشي في الاخير في النتيجه هي اللي كتخلي بنادم كينسى التعب كامل، وديك التمر اللي كدوز كلها كدوز حلوه لان بنادم راه كيكون شاف الثمره ديال الجهد ديالو. هنايا هذا الحيط هذا علاش ما غلفتوش بهذاك الخشب المضغوط، لان وصلنا هذه المرحله هذه ضروري خصنا البلاصه ديال التلفازه خاصها تكون فورسيه مزيان، زدنا فيها الخشب يعني بغيناها تشد مزيان وما يوقعش شي ديفو الله يستر وطيح التلفازه، داكشي علاش زدنا الخشب كما كتشوفوا، زدنا جوج خشبات صحاح وشديناهم يعني تقبناهم مزيان وفيكسيناهم،
ومن بعد طبعا ضروري كنسجل واحد الفيديو كنهضر فيه تنقول باللي البلاصه في العبارات فاش كاينه الخشبه، لان من بعد ما غاديش تبقى بيننا. كنخلي دائما هذه كنديرها دائما فاش كنبغي نصاوب شي حاجه اللي ممكن انها تسد من بعد وما نعقلش فين درت البلاصه، فكنبدا نهضر ونقول هنا كاينه البلاصه الفلانيه باش كنعقل. عندنا هنا 33 غادا حتى 58، بين 33 و 58 هي فاش كاينة الخشبة الصحاح، ولكن هنا 33 42 ما بين 58 58 58 33 وهنا 58 ديالها، وهنا الوسط ديال هذا.
هنا كما كتلاحظوا غادي نبداو نغلفوا هذيك السده. طبعا البودره درنا خشب من الفوق حتى لتحت، وحنا شي شويه باش نشدهم، لان ديك القش جايه عريضه من واحد الجهه واحد الجهه ما عريضاش. يعني لقينا الحل بصعوبه صراحه، لان ما جاتناش سهله باش نكوفريوها بطريقه سهله. داكشي علاش درنا واحد الطريقه هي متداوله. الطريقه هذه كما قلت لكم بحثوا، لان انا كنبحث بزاف وكنستافد، كنشوف قنوات اجنبيه، كنشوف كذلك بانتريست فيه صور كتوضح يعني افكار اللي الناس فكروا فيهم وداروهم كحل. هذاك الشيء علاش هذه الفكره هذه انا شفتها وعجبتني، كيديروها في الاسقف وكيديروها حتى الا بغاو يكوفريو حتى يعني البودرات. كما قلت لكم درناهم ملاصقين يعني مشكلين، بحال كي كيقولوا مشكلين، يعني كتكون وحده ولاصقه فيها الاخرى والاخرى لاصقه فيها. المهم في الاخيره كتعطينا واحد البودره اللي هي مقاده. وطبعا في الفينيسيون راه ضروري غادي تضرب بلوندوي، وما غاديش يبقاو دوك الشقوق، وغادي تبان بحال الا بودره غليظه كلها من الفوق حتى لتحت. تمحلنا شويه ولكن في الاخير راه بان البلان. كان خاصنا فيسات طوال. طبعا هنايا قلت ضروري انني نجرب نشوف بعدا واش كيتثقب هذاك الاش، لقيتو راه كيتثقب يعني مزيان، وخا الشنيول ما عندناش ديك يعني الماركه الغاليه اللي هي كتثقب اي حاجه، فالحمد لله راه جربنا ولقيناها انها كتثقب وصافي. بدينا كنخدموا، انا نخليكم مع المراحل. لا ملي حاولنا نركبوها في البودره لقينا انها ما كتوصلش، داكشي باش اضطرينا اننا نهبطوا الارض وغادي نجمعوهم بالمصاب من واحد الجهه، يعني نديروا كل طرف بوحدو، عاد ديك الساعه نمشيو باش نشدو الجهه اللي قريبه اللي كيشدو فيها الفيسات كما كتلاحظوا. مهم كما كتلاحظوا راه كاينه تماره، يعني بزاف ديال الحوايج ما كيكونش باين ليهم البلان حتى من بعد عاد كيبان. الحمد لله المهم في الاخير راه كنلقاو الحل. هذا هو اللي كاين.
واخيرا سالينا كما كتلاحظوا سالينا الحيوط بجوجهم، بقى يلاه هذاك الحيط اللي اونفاس البودره كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها، باقي طبعا غادي تفينا وتحك ويعمروا دوك الفجوات ديال اللي كيبينوا الخشبه ملاقيه مع الخشبه باش ما يبقاش باين نهائيا داك الشيء وتبان بحال بودره من الفوق حتى لتحت. الحمد لله يعني يومين راه كفاتنا، عطينا الطاق الصراحه كنبداو من الصباح حتى كيظلم علينا الحال، ولكن في النهايه راه كما كتلاحظوا راه يعني المنظر ديالو جا مزيان. بقى لنا فقط الشراج، ما شاء الله الفيديو المقبل غادي تلاحظوا كيفاش غادي نديروا الشراج باش غادي نفينيوهم، وطبعا هذيك الخشبه الفوقانيه راه شرجم هذاك حنا سدينوه على الطيور، لكن غادي نديروا زاجه ان شاء الله وغادي تشوفوا الشكل ديالو النهائي. هنايا راه الحمد لله نقينا الحاله وارتحينا فاش شفنا هاد النتيجه هادي. كيبقى لنا طبعا كما قلت لكم نديروا القبص، لان السيد كنا دايرين معاه غادي يجي باش يركب القبص، هادشي غادي نوري لكم في الفيديو المقبل ان شاء الله، وكذلك نشوفوا التغليف ديال الشراجم باش يجيو فينين. هذا هو اللي كنتمنى نكون كنفيدكم، وطبعا دائما كنترجاكم انكم الفيديو ما تخليوش عندكم، بارطاجيوه كما كيتبارطاجاو فيديوهات اللي هما ما فيهم لا فائده لا والو وكيوصلوا يعني مشاهدات عاليه وكيبانوا في التوندونس. كنتمنى ولو مره انني نطلع للتوندونس، لان هادشي غادي يشجعني بزاف باش نستمر ان شاء الله. المهم تنشكركم بزاف على تعاليقكم، راني كنحاول نخلق واحد الوقت في الليل الا انا ما نعسش، راه كنحاول ما امكن نجاوب التعاليق ديالكم ونشوف التساؤلات ديالكم باش اي حاجه سولتوا عليها وما كنتش ذكرتها في الفيديو السابقة، فأنا غادي نحاول ما أمكن أنني نجاوبكم على أسئلتكم. كما كتلاحظوا معايا البيت طبعا راه تبدل، ومازال إن شاء الله تشوفوه من بعد يعني القبص، ومن بعد الصباغة، ومن بعد الفينيسيون ديال البيبان والشراجم، فأكيد غادي تكونوا إن شاء الله راضين على النتيجة كما أنا راضية عليها. هذا هو اللي كاين، بلا ما نزيد نطول عليكم نخليكم دابا ونتلاقاو إن شاء الله في الفيديو المقبل. إلى اللقاء.